السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 25، الصوت، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات، ولتكن المثابرة على القراءة والفهم والحفظ والتطبيق. الطائرة، مازن هو أحد الموظفين الذين يعملون في المطار بالقرب من طائرة نفاثة على وشك الإقلاع، تعرض لمستوى صوت مقداره 150 ديسيبل. الطلب إيه؟ إذا كان مازن يرتدي أدوات حماية للأذن لتقليل مستوى الصوت إلى 110 ديسيبل، يعني أداة الحماية قديش حتخفض له من الصوت؟ إذن أداة الحماية تقلل شدة الصوت بمقدار 40، جبناها من 150، نقصنا منها 110، طلع 40. هي أداة الحماية حتخفض له الصوت بمقدار 40، هو حيسمع 110. الطلب به، إذا سمع مازن بعد ذلك صوتا ما مثل الهمس، يعني كان في قاعة الاستقبال وحاطت الأداة على أذنيه، عم يسمع صوت مثل الهمس، فما الصوت الذي سيسمعه شخص لا يرتدي أدوات الحماية للأذن، يعني في قاعة الاستقبال أو قاعة المغادرين أو القادمين؟ مستوى شدة صوت الهمس لازم تكون حافظه 10 ديسيبل، وأداة الحماية تخفض الصوت بمقدار 40، معناته الناس العاديين الجالسين في القاعة حيسمعوا 50 ديسيبل من غير الحماية، فبتجمع 40 مع 10 بيطلع 50، لأنه حاطت أدوات الحماية، صوت القاعة 50 هو حيسمع 10 لأنه حتخفض له 40، الناس العاديين حيسمعوا 50 ديسيبل. الموسيقى، فرقة موسيقية تنشد بصوت مستواه 80 ديسيبل، ما مقدار الزيادة في ضغط الصوت الصادر من فرقة موسيقية أخرى تعزف عند كل من مستويات الصوت التالية؟ 100 ديسيبل، هذه ايه؟ انت بتعرف لكل 20 ديسيبل يزيد الضغط بمقدار 10، لازم تكون حافظه. فالمية ناقص 80 يعني 20، اي ان الضغط اكبر بمعدل 10 مرات بالنسبة للفرقة A. بنجي للفرقة B، 120 سالب 80 بيطلع 40، إذن الضغط أكبر بمقدار 100 مرة، 10 في 10 تساوي 100 مرة. هي الفرقة الثانية، بيكون مقدار الزيادة في ضغط الصوت الناتج عن الفرقة B هو 100 مرة عن الأولى. حدد مقدار الزيادة في ضغط الصوت في محادثة تجرى عند مستوى صوت يصل إلى 60 ديسيبل مقارنة بأرق صوت مسموع. أرق صوت مسموع هو عند 20 ديسيبل، ولكل 20 ديسيبل يزداد الضغط بمعدل 10، إذن الضغط أكبر بمعدل 10^3 مرة، لأن 60 فيها 3 مرات 20، 10 في 10 تساوي 10^3. وفي رعاية الله.